السلام عليكم ورحمه الله وبركاته In diesem video lernen wir آيات فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ فَلَا أُقْسِمُ يهم ein med und eine فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ يس بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق. نون، lies ich die Ayah dreimal vor und ihr liest nach jedem Mal nach. فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق. فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق نون لازم دي آية غايبة فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل كنن وما وسق إسلاحت والليل وما وسق والليل وما وسق سكريك وهن ده هل يزيك يتس دي آية مال فو ونت إليس مال ناخ والليل وما وسق 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 gemeinsam والليل وما وسق والليل وما وسق والليل وما وسق «والقمر، دونك لسقا، هلس ميم» «والقمر، إذا اتساقو» (شتلتونسكاي لبروبليمادا، نلقاك إن شاء الله أوف أنهيب هن) «والقمر، إذا اتساقو» (والقمر، إذا اتساقو) «شلستي آية ثغاي مال فور، وإنتي إللي سنخير مال ناخ» «والقمر، إذا اتساقو» (القمر، إذا اتساقو وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ 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 مَيمَنًا وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ أبشنوس لازم يعلد غير آيات gemeinsam. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق نحمر فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر